سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد المجموعه ديال السلطات تيجيو لذات بزاف. نقدروا نقدمهم مع مشويات سواء اللحم او الدجاج او السمك. ما غاديش نعطل عليكم بزاف وندوزو مباشره باش نشوفوا الطريقه. اذا البنات ان شاء الله عندنا لكم السلطه الاولى، هي السلطه العاديه ديال الخس ومطيشه والخيار وشويه الزيتون. نزيد عليها واحد الاضافات تجي لذيذه وتتبرد في هذا السلطه. بون كي شفتوا عندي هنا الخس مقطع بيان سور مغسول من الشيف وكل شيء. عندي هنا واحد شويه البصله بيضه تقريبا نص بصله مقطعه على شكل شرائح، حتى هي نضيفها هنايا. عندي الخيار مغسول ومنقي ومقطع على شكل هكذا، قطعوه على شكل اللي بغيتو، انا نقطعو بحال هكذا. عندي هنا طماطم حتى هي مقطعه غير صغير هكا قطيعات صغار. عندي هنايا شويه الزيتون الاسود، عندي هنا الكبار، هادشي تيبقى اختياري، بامكانكم تعملوا حتى الزيتون الاخضر. صافي، عندي هنا الجبن الابيض، غنخلي هذاك تنحطو غا ديكور تنسالي تنصايب هذيك لاصوص اللي عترافقها وغنعملو غير هكذا الفوق. دابا غنخليو هادشي على جنب، ندوز ناخد واحد السليفة هاهي، غنعمل فيها واحد معلقة تتعجبني هاد لاموطار هنا. مازال انا غنزيد الخل وهادشي، ولكن حتى هاد معلقة لاموطار تتجي زوينة. غنعمل شوية الزيت البلدية لي بغيتو، الزيت البلدية الزيت العادية لي بغيتو. هنا عندي الخل الأبيض جوج معالق، شويه البزار، ومليحه. صافي غنطرب هادشي كامل. صافي ها هي وجدات، غنزيدها هنا في الفوق. غادي نخلط، يتجانس جميع العناصر. صافي ها هي وجدات. دابا ناخذ هاد الجبن نحطو جوست غير هكا هنا الفوق، تيعطي واحد المنظر زوين مع بيض. هي السلطة ديالنا الأولى، دابا غادي ندوزو السلطة الثانية. الروز، الروز مسلوق في مليحة باش يجي زوين، مسلوق في مليحة هو هذا، عملتو هنا في واحد البول. غنعمل معاه لا مايس، هادية، وعلبة ديال الطون شي شويه. صافي هادشي كله غنخيطو خيط، هادشي كله غنخلطو بالمايونيز. عندنا المايونيز ها هي ديجا انا مصايباها ودرتها في الثلاجه، صايبها ديال الدار، تعجبني ديال الدار تجي شويه خفيفه ماشي بحال ديال يعني ناخذو من المحلات. نزيد واحد شويه ديال الخل،
نص معلقه صافي. نخلط كلشي صافي. هذه هي الصالاد الثانيه صافي حبيباتي. هذه هي الصالاد الثانيه. دابا غادي ندوزو الصالاد الثالثه ان شاء الله. الصالاد الثالثه عزيزتي على شكل ابلي كيف تشوفوا، تتباع في المحلات التجاريه. عندي صايب هنا عندي وعندي هنا واحد شي 50 غرام حتى 100 غرام ديال السيريمي. السيريمي حتى هو تيتباع في المحلات التجاريه، قطعته قطعات هكا صغار. غنحتاج واحد شويه المايس حتى هي تعطيني اللون صافي. دابا غنصايب واحد الصوص غنخلطها. ديما تنستعمل الزيت البلديه، المهم الزيت على حساب شحال عندكم ديال ابلي، ما نقدرش نقول لكم. غنعصر واحد شويه الحامض. عندي هنا الحبق ديال السم مليحه ابزار. ودائما واحد راس ديال لاموطار، ونعمل حتى واحد شويه ديال المايونيز شوي شي بزاف، قاش انا ما بغيتش غادي نديرها هكذا كلها مايونيز غير باش تعطيني اللون صافي. غنطرب هذا الشيء نعملو فوقها، غادي نخلط صافي. دابا غادي نزوق، نزيد بعدا واحد شويه المايس يعطيني غير اللون صافي. غير شويه جات شي معلقه ونزيد السيريمي. السلطه ديالي الثالثه ها هي حتى هي وجدات. دابا ندوزو السلطه الرابعه. بالنسبه للسلطات الاخرى عندي هنايا لي بات، لي بات هذوك لي فيس في الالوان فيهم الاخضر والليموني وهذا، مسلوقه بيان سور مع شويه ورقه سيدنا موسى تجي زوينه. هذه غنعملها شويه المايونيز عنزيد عليها واحد العلبه ديال اللوبيا الحمراء. شفتوا كيفاش تعطيها اللون، يعني تتخليها تبان هذيك الصلاه تبان مزيان. صافي تنحرك هادشي كامل. غناخد فاش غنحطها هي هنا الوسط. صافي بحال هكذا. هذه البنات انا غادي نزوقها بفخوماج ديال غودا تتباع في المحلات التجاريه كيف تشوفوا معايا. غادي نقطعو على شكل هكذا طيفات طوال نزوق بهم. صافي هذه هي الصلاه ديالنا. دابا ندوزو الصلاه التاليه. اذا البنات دزنا صلاه اخرى، الصلاه الاخرى فيها بطاطا مسلوقه مع جلبانه كيف تشوفوا، جلبانه هكذا وبطيطه مقطعه هكذا طيفات مسلوق. هذه راه تتحمقني انا وتتعجبني بزاف بزاف. السير ديالها علاش انا تتعجبني، تتكون البطاطا باقا سخونه يعني ما تنديرها المايونيز تتشرب
تتشرب مزيان هذيك المايونيز وتجي لذيذه. هنعمل فيها حتى الطون، ها هو الطون، وغادي نزيد شي جوج معالق ديال الماميس، صافي. دابا غنخلط نزيد المايونيز، يعني ديما تنقول لكم مايونيز اللي صايبت انا، نخلط هاد المايونيز مع بطاطا تكون سخونة تتشربها البطاطا، تجي زوينة. هادي هي اللي عزيزة عليا انا بزاف. كلشي تيبغيها حتى الوليدات الصغار تعجبهم، يعني تياكلوها، وصان الطونو البطاطا ما تيقولوش عليهم لا. المايونيز تتصاوي بها في الدار تتقدك، اذا كانوا عندك هكا لي سلطات كثار ماشي بحال اللي تتشرى، ما تتقدش وتتكون اصلا ثقيله. هادي تصبها في الدار تجي هكذا خفيفه شويه. صافي حبيباتي، هادي نمشي باش نعملها في البول ديال التقديم، من بعد غادي نرجع معاكم. صافي عملتها في الطباسيل ديال التقديم، دابا غادي ندوز باش نوريكم بحال السلطه اللي ما فيها حتى شي حاجه، ما ندير فيها لا زيت لا خل لا حامض لا حتى شي حاجه، تنبغيها تبقى هكذاك ناتوريل. بون البنات، السلطه اللي قلت لكم اللي ما تنبغي فيها والو لا حامض لا فينيغ لا حتى شي حاجه، هي عندي هنا البابا مسلوقه قطعتها طريفات وسلقتها، ولكن هذا تسلق شويه الملحه، يعني بالملحه كاينه منها. عندي هنايا اصلا انا كنت عاملاها في لاباغاي، عندي هنايا اللوبيا طويله وعندي البروكولي. هنا البروكولي هنا، غادي نحط اللوبيا، هادو ديال البروكولي، طومنيتها هنايا ماشي مشكل. صافي هذه هي الصالات الاخيره، وكيف قلت لكم راه مثلا نعمل فيها حتى شي حاجه. دابا نحط لهم مثلا، تقدروا تحطوا الماء هذا المايونيز ولا اي حاجه، ولا تصوبوا شي صوص اللي بغى يرافقها ياكل زعما يعملها في هاد الصالات يعملها. انا تنبغيها هكذا ناتوريل، عندك البروكولي والبابا واللوبيا الطويله تنبغيهم يبقاو هكذا طبيعيين ما فيهم حتى شي حاجه. صافي حبيباتي، كانت هذه هي اخر الصالات عندي. دابا ندوزو باش نشوفوهم ان شاء الله فوق الطبله. اذا اخواتي، وصلنا اخر الفيديو، السلطات ديالنا هما هادو، كيف تشوفوا تيجيو رائعين في المذاق وحتى في المنظر. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وما تنسوناش دائما من الدعم والاشتراك بالقناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.